السلام عليكم. انا ام الشهيد البطل ملازم اول محمد كريم احمد ضيف. زي النهاردة من 8 سنين حضرت حفل تخرج الشهيد البطل من الكلية الحربية الدفعة 106، وزي اي ام كنت بحلم وقتها بيوم فرحه. فجأة اتسرقت فرحتي بخبر استشهاده. وقتها حسيت ان حياتي وقفت. ما هو الشهيد كان هو كل حياتي. الشهيد البطل محمد كريم كان اول فرحتي، كان اكبر ولادي، كان حبيبي وعمري، كان كله طيبة وحنية ليا. كنت بعتمد عليه وكان دايما قد المسؤولية. ولما جاني ابني التاني مهاب يقول لي يا ماما انا عايز ادخل كلية الشرطة، لا خفت ولا ترددت، شجعته انه يقدم ويدخل الكلية اللي بيحبها. حسيت وقتها ان حلمي هيتحقق، ما هي الشرطة زي الجيش، وان مهاب هيكمل مسيرة محمد كريم اخوه البطل الشهيد. من هنا بقول لك يا مهاب انت وكل زمايلك ربنا يوفقكم، واعرفوا كويس ان مصر محفوظة بامر ربنا سبحانه وتعالى، وهتفضل مصر دايما عظيمة وقوية وأبية طول ما فيها رجالة زيكم حالفين ليكملوا مشوار الشهداء الأبطال. وهنفضل يا أولادي دايما في خير وأمن وأمان، ولا حد هيقدر يفرقنا طول ما احنا شعب وشرطة وجيش إيد واحدة إيد واحدة في رباط ليوم الدين. طابور الخريجين، تحيا مصر. جفان سلاح. انتظر لو سمحت، انتظر لو سمحت، اتفضلي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.